أقسى الغزاة الذين ابتليت بهم البشرية، أكثرهم سفكا للدماء، أجرأهم على انتهاك الحرمات، قتل 40 مليون إنسان، تفنن بإرهاب البشر وتعذيبه. قالوا إنه ولد وفي يده قطعة من دم. تيموجين، الإعصار الدموي. تيموجين بن ياسوكاي بهادر محارب وقائد مغولي ومؤسس الإمبراطورية المغولية. شهدت منغوليا ولادته عام 1155 ميلادي في قبيلة مغولية تدعى جيات. كان أبوه يترأسها وقد عرف بالشدة والبأس، وسماه تيموجين على اسم زعيم قبيلة كان قد قتله يوم ولادة ابنه. لم يخالط تيموجين والده كثيرا، فقد توفي وهو ما يزال في 9 من عمره. في طفولته عاش رعبا وفزعا وخوفا لم يعشهم طفل في زمانه، ما ولد لديه حقدا وكرها ورغبة في الانتقام من البشر جميعا. حين بلغ 16 من عمره تزوج من بورتاتا، وهي الفتاة التي خطبها له أبوه قبل وفاته لينجب منها 4 أبناء لم يعترف إلا بهم رغم كثرة أولاده من زيجات متعددة أخرى. تأسيس الدولة. تمكن تيموجين بشجاعته من المحافظة على مراعي أسرته، فتحسنت أحوالها وبدأ الناس يمنحونه ثقتهم من جديد لتولي القيادة والزعامة، واستعاد حكم قبيلة جيات كلها بالقوة وهو لم يتجاوز 20 عاما بعد. ثم بدأ بالتوسع على حساب جيرانه، فبسط سيطرته على منطقة شاسعة من منغوليا، ووصلت دولته حتى صحراء جوبي عند قبائل التاتار. ثم دخل في صراع مع حليفه رئيس قبيلة كراجيت الذي حسم لصالحه، فاستولى إثر ذلك على قره قورم وجعلها عاصمة لمملكته. إمبراطور العالم. لم يكتمل فتح الشطر الغربي من منغوليا إلا عام 1206 بعد هزيمة قبيلة النيمان المسيحية القوية. حينها أصبح تيموجين مؤهلا لعقد مجلس النبلاء قوريلتاي، وهتف له الحاضرون باسم جنكيز خان أي إمبراطور العالم، ولبس حينها رداء السلطنة ووضع نظم الإمبراطورية وحدد شارات ملكه، ووضع لشعبه دستورا محكما سمي قانون الياسة، الذي تناول أمورا متعددة لتنظيم الحياة بالدولة الناشئة. إخضاع الصين. إمبراطورية الصين كانت المنافسة الأكبر لجنكيز خان، وكانت تحكمها أسرة سونغ التي عملت على إثارة الفتن بين المغول والأتراك، ما دفع جنكيز خان إلى محاربتهم، فاشتبك معهم للمرة الأولى عام 1211 وأحرز عدة انتصارات عليهم وأخضع الدول داخل سور الصين، وبقي في كر وفر معهم حتى عام 1215 حين سقطت العاصمة بكين بيده، وكان سقوطها مدويا ومقلقا لأعدائه ولكل من آوى عدوا له. التوسع. الغرب كان طموح جنكيز خان الجديد، إذ عزم على القضاء على قبائل النيمان والماركيت، وكان له ذلك مع نهاية عام 1218. ورغم توسع سلطانه وامتداد نفوذه، إلا أنه لم يفكر في الصدام مع السلطان محمد بن خوارزم شاه صاحب الدولة الخوارزمية، بل على العكس أرسل إليه 3 من التجار المسلمين لإقامة اتفاقيات تجارية مشتركة، فوافق السلطان محمد، فأتبع جنكيز ذلك بإرسال وفد تجاري من المغول بلغ عدد أفراده 450 تاجرا. اتجهوا إلى مدينة أترار لممارسة التجارة، لكن حاكم المدينة أرسل إلى السلطان يخبره بأن هؤلاء جواسيس، ليطلب منه السلطان مراقبتهم والتأكد منهم، لكن ينال خان حاكم أترار قتلهم وصادر أموالهم، ليشتعل جنكيز خان غضبا ويرسل وفدا إلى السلطان يطالبه بتسليم ينال خان، فرفض السلطان أيضا بل وقتل الوفد حامل الرسالة، ليبدأ بذلك الإعصار الهائج. ثورة البركان. حملة كبيرة غير مسبوقة شنها جنكيز خان على الدولة الخوارزمية، وكانت السيطرة عليها بالنسبة إلى جيوشه الجرارة سهلة جدا، فارتكب فيها المجازر وما تقشعر له الأبدان من قتل وحرب وتدمير، خاصة مدينة أترار التي لم يترك أحدا حيا فيها. أما السلطان محمد الخوارزمي فقد هرب من جنكيز خان وبقي يتنقل حتى لجأ إلى إحدى الجزر ومات فيها.
لكن ابنه جلال الدين منكبرتي لم يستسلم، بل جمع الأتباع وحشد لجنكيز خان واستطاع إلحاق الهزيمة بالمغول في معركة براون عام 1221، وتبعتها انتصارات كثيرة كادت أن تحرز نصراً كاملاً لولا الخيانات والخلافات التي أدت إلى انسحاب جلال الدين إلى الهند. وحينها عاد جنكيز خان ليخمد ثورات كانت قد اشتعلت ضده. استمرت الإمبراطورية المغولية في عهده بالتوسع حتى بسطت سيطرتها على آسيا الوسطى، وبعد وفاة جنكيز خان استمر هذا التوسع حتى وصل إلى فيينا، ولم يستمر حينها بسبب وفاة القائد المغولي أوجيدي حفيد جنكيز خان. عام 1227 مات جنكيز ميتة عادية ودفن في مكان مجهول بعد أن قتل 40 مليون شخص، وكان دائما يقول عن نفسه: أنا عقاب الرب، فماذا فعلت كي يبعث الله عليك عقاب مثلي؟ برأيك، هل يستحق هذا الرجل لقب الرجل الأكثر دموية عبر التاريخ؟